باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في حاجة اسمها حقوق الطبع محفوظة لأصحابها. يعني مثال لكده، ما جم يعملوا فيلم ماري جيرجس عملته أبروشية الدقهلية، قد ايه تعبوا على بال ما طلعوا الفيلم ده. مجرد الملابس اللي جابوها لكي تناسب ذلك العصر، مش عارف 40,000 ولا ايه، الممثلين الفنيين اللي جابوهم آلاف من الجنيهات، المناظر غيره، وبعد كل ده طلع فيلم. تيجي انت تاخده على الجاهز وتطلع منه أشرطة فيديو ما يكلفكش غير ثمن الشريط، ده حرام. حرام يعني حرام انك بتاخذ حق غيرك في الطبع، بينما حقوق الطبع محفوظة، لأن على بال ما يوصل لك الشريط بيكون اتصرف عليه كتير. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يسرني كثيرا أن أنال بركة تقديم هذا الفيلم عن حياة القديس العظيم فيلوباتير ماركوريوس أبيسيفين، الذي أنا مدين له بأمور كثيرة في حياتي، معترفا أني لم أسعى إليه بل هو الذي سعى إلي بمحبته وتضاعه، كما أظهر ذاته ومعجزاته لكثيرين في الداخل والخارج، وأصبح اسمه معروفا كشفيع قوي. تأسست له كنائس عديدة ليس فقط في مصر بل في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وهكذا تحقق فيه قول الرب يسوع: من أضاع حياته من أجل يجدها، وأيضا الوعد الإلهي: أكرم الذين يكرمونني. هو من شهداء القرن الثالث الميلادي، نال إكليل الاستشهاد سنة 52 ميلادية وهو في سن 25 سنة، معطيا فكرة كيف يمكن الإنسان أن يعيش فترة الشباب ليس فقط في نقاوة وطهارة، بل أيضا يقدم حياته ذبيحة حب على مذبح الاستشهاد، أمينا إلى الموت مستحقا إكليل الحياة. وهو مع باقي الشهداء يعطينا مثالا عمليا لمحبة الرب من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة ومن كل النفس، كان يقدم لنا اختبارا حيا لقول معلمنا بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وكذلك قوله: يا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هكذا لم يستطع المال ولا المنصب كرئيس أعلى للجيش ولا الشهرة ولا كل كنوز إمبراطورية بل ولا كل أنواع العذاب التي احتملها بصبر وفرح، لن تستطع كل هذه الأمور أن تجعله ينكر إلهه الذي من أجله كان يمات كل النهار. في مثل هذه السيرة المقدسة ليتنا نسأل أنفسنا: أين نحن من هؤلاء؟ ما مقدار محبتنا لإلهنا الذي أحبنا قبلا وبذل ذاته عنا؟ هل لنا شهادة صادقة وسط العالم حسب وصيته: تكونون لي شهودا؟ ليتنا نتمثل بهذا القديس في شجاعته وهو يعترف مفتخرا أمام الإمبراطور وجميع عظمائه في المملكة: أنا مسيحي، اسمعوا جميعا، أنا مسيحي. أقولها ليس باللسان فقط بل بالعمل وشهادة الحياة. نكون بالحقيقة نورا للعالم وملحا للأرض، عظات صامتة، دروسا عملية
إنجيلا حيا معاشا. كل من يرى أعمالنا الحسنة يمجد أبانا القدوس الذي في السماوات. وقبل أن أترككم يا إخوتي للتمتع بهذه السيرة العطرة المقدسة التي لقديسنا المحبوب، أحب أن أشكر جميع الذين تعبوا في هذا العمل الكبير، راجيا من إلهنا أن يكون هذا الفيلم سبب بركة وخلاص لكثيرين ببركة صلوات أبينا الطباو المكرم قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضا ببركة راهبات دير القديس أبي سيفين وهي مقدمتهن الأم الفاضلة تمار إيريني رئيسة الدير، التي عمل بها الرب هذا العمل الجبار في تعمير الدير رهبانيا ومعماريا. بركة هذا القديس العظيم تكون معنا، ولربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. دار أنتون للصوتيات والمرئيات تقدم ثاني إنتاج درامي لها، قصة حياة الشهيد فيلو باتير مرقريوس أبي سيفين، عن كتاب سيرة الشهيد العظيم فيلو باتير مرقريوس أبي سيفين، وبمراجعة دير الشهيد. سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق. صباح الخير يا أمي العزيزة. صباح النور يا ندي. يعني ايه اتأخرتي في النوم النهاردة؟ أما كنت بحلم حتة حلم جميل النهاردة، ولولا دوشة كاسيوس ما كنتش عايزة أصحى منه أبدا. لازم كنتي بتفكري في عريس جميل. عريس؟ عريس ايه يا أمي بس؟ يا سلام، درج عريسك لازم يكون جميل زي الآلهة. هو في كام ليديا في قيصرية؟ صدقيني يا أمي أنا عمري ما خطر على بالي اللي انت بتفكري فيه ده. يعني عايزة تفهميني ان في بنت في سنك ده ما بتفكرش في الجواز؟ طب ايه رأيك ان شفت نفسي لابسة ابيض فابيض وطايرة في الهواء زي الحمام؟ ما هو ده بقى يا حبيبتي طب الفرح. طولي بالك يا أمي بس اما احكيهولك. سيدتي الفطار جاهز. أهد كده دايما يا كاسيوس، قطعت عليا الحلم الجميل وقطعت على أمي سماعه. خلاص بقى يا حبيبتي روحي افطري وبعدين اسمع منك الحلم الجميل ده. استنى يا كاسيوس انا عايزاك، الورقه دي مكتوب فيها كل اسامي المزارعين اللي ما دفعوش الايجار الشهر ده. انا عايزاك تروح لهم وتقول لهم طبعا اذا ما دفعوش هم عارفين كويس هيجرى لهم ايه. خد سيدتي. في ايه؟ غير انا مش شايفة ليديا، هي الدنيا ضربة ولا ايه؟ انا مش شايفة. كاسيوس اهدي يا سيدتي، اهدي ليديا الحقينا. في ايه يا امي حصل ايه؟ انا مش شايفة يا ليديا، نور عينيا راح، انا تعبان. ما تقوليش كده يا امي. ليديا روحي بسرعة هاتي الآلهة، أنا عارفة ده اللي بسببه ده كله غضب الآلهة. روحي يا ليديا هاتي البخور أهو، هاتي البخور. يا سيدي وربي يسوع المسيح، نور يا رب قلب سيدي وسيدتي فيرينيا وسيدتي ليديا بنور الإيمان. أيتها الآلهة العظيمة اشفيني، رجعيني نور عليا وانا اقدم لك الذبايح سنه كامله. ليديا يا امي انا بعت كاسيوس عشان ينده والدي. اظهر قوتك يا رب واشفيها بايدك انت عشان يعرف الكل انك الاله الحقيقي. السلام لك ايها الرجل الصالح. السلام والفرح يا سيدي. قم واعمل معي اليوم من واحد وسأعطيك أجرتك. يا سيدي أنا معرفكش، أنت باين عليه غريب عن المدينة، إزاي أشتغل معاك وأنا عبد لصاحب البيت ده؟ اسمع أيها المحب للإله، إن جسدي في هذه المدينة
وسوف تبنى فيها كنيسة باسمي. فعندما يبدأ النهار خذ آلة حفرك وسر إلى البيت المهدم هناك، واحفر تحت الحائط القبلي، فستجد جسدي موضوع هناك ملفوف بثوب أبيض. أنا يا سيدي؟ نعم أنت. والآن سأعرفك من أنا. اسمي فيلوباتير ماركوريوس أبي سيفين، روماني الجنس، ولدت عام 225 ميلادية. يتربى في عزكم،
استجابت لطلبك. جميل مش كده؟ الله ده شبه الاله بالظبط. شكرا شكرا. ونويتوا بقى تسموه ايه؟ الحقيقه مش انا اللي هسميه، اللي هيسميه جده. هو جده زمانه جاي اهو، جه هناك هو اللي هيسميه. إيه؟ فين حفيدي؟ حفيدي اهو. ودي هديتك، هديتك يا حبيبي حبيبي حبيبي. احنا نشكر الآلهة انها وهبتنا طفل، طفل حلو زي شبهي بالظبط. ويا ترى هتسميه يا والدي؟ هسميه فيلوباتير. فيلوباتير؟ فيلوباتير يعني حبيب ابوه. انا عمري في حياتي من يوم ما اتولدت ما شربت زي ما شربت النهارده. فرحان يا والدي؟ فرحان؟ ايه اللي فرحان؟ ده انا فرحان قوي قوي عشان الآلهة وهبتنا طفل، طفل جميل حفيدي حبيبي. وطلع شبهي وبيحمل اسمي قبل ما اموت. العمر الطويل ليك يا والدي، شكرا للآلهة. اسمع يا ابني، حضر نفسك عشان احنا بكرة هنطلع نصطاد، وكل اللي احنا هنصطاده هنقدمه للآلهة في المعبد الشرقي. وانا بيتهيالي ان انا هصطاد للواد حفيدي حبيبي. اتقالي ان انا هصطاد له غزلتين بسهم واحد. انت بتلعب في ودنك ليه؟ ولا حاجة يا ولدي، عشان انا احسن واحد بيصطاد بسهم واحد. امرك يا ولدي. وما تنساش تتمم على سهامك وسيوفك ورماحك وخيولك بالذات لازم تتمم عليها. تلاش يا والدي، كل شيء هيكون جاهز. وما تنساش كمان تماثيل الآلهة. اطمئن يا والدي. ايوه كده كويس. وما تنساش تبص لي حفيدي حبيبي. والصبح الصبح بدري تبعت لي العبد الاسود هو اللي يصحيني، وياك تبعت لي الثاني ابو وش احمر ده عشان انا مش بحبه بتشائم. انت سامعني؟ اطمئن يا والدي. طيب عشان بتشائم لما بشوفه. لا اطمئن. طيب ما تتاخرش علينا. وانا اقدر اتاخر عليكي وعلى فلوباتير؟ سيدي جورديانوس. نعم خير. سيدي الكبير في انتظارك. حاضر. اسمع من ياس، طول فتره غيابي مش عايز عينيك تبعد عني، مش عايز اي شكوى. انا روحي فداهم يا سيدي. انا بطمن. تروح وترجع لنا بالسلامه. رعاتك الالهه يا سيدي. انا بيتهيالي ان المكان ده ملغم بالغزلان. لا لا لا، انا يتهيالي المكان ده كان مرعى للبقر الوحشي. لا لا، ده ملغم بالغزلان لان انا وانا صغير قبل انت ما تتولد انا كنت باجي اصطاد هنا. اهو ايه مالك انت بتقرش في ودنك ليه؟ كنت باجي اصطاد هنا اهو اشوف الغزاله من دول المحها. انا المح بس الغزاله وبالسهم بتاعي ده يروح طالع، الغزاله تجري والسهم يجري وراها، الغزاله تجري والسهم يجري وراها، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، لغايه اما يخلص على القطيع كله. كل انت بتقرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، السهم يخلص على القطيع ويرجع لي انا تاني. اهو هو ده السهم، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. اه بتتكلم ازاي؟ ده انتوا جيل تعبان. انت ايه بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، تعبان شويه. اه سلامتك. سيدي. ها؟ ايوه نصبنا الشباك. كويس كويس ان كنتوا نصبتوا الشباك. يلا يلا بينا عشان نراقب الشباك. يلا انت بتقرش في ودنك كده ليه؟ انت يا ابني حطيتوا الاجراس
كل شيء تمام يا سيدي. طيب ادخل بقى هات لي السيف بتاعي عشان انا مبسوط منك. امرك يا سيدي. ادخل ادخل. اصل انا احب اصطاد بالسيف، ما احبش اصطاد بالسهم عشان السهم ده وحش مش بيعمل حاجه. انا هشتغل بالرمح. لا انا بقى هشتغل بالسيف. خلاص اشتغل بالسيف. انت بتاخدني على قد عقلي؟ يا اله الصيد العظيم، احسن صيدنا لنقدمه ضحية لك. يا اله الصيد العظيم، يلا يلا عشان اسندك. قوم قوم انت تعبان، ده انت وجيل تعبان. يلا جورديانوس. يقول لك الرب يسوع المسيح: أنا هو الرب الذي أحبك، خالق السماء والأرض والبحار وكل ما فيها. أنا عارف أعمالك واستقامة قلبك، لهذا أعلمك أني أبغض عبادة الأوثان مصنوعات الأيادي، وإني أخبرك أن نسلك ولدك يكون مثل حجر الجوهر الذي يضيء بالنهار والليل، وبسببه تتبارك أنت وزوجتك، لأني وهبته لا أن يؤمن بي فقط بل أن يتألم من أجل اسمي. سيدي سيدي أنت بخير؟ شكر للآلهة. سيدي سيدي مش عارف مش عارف اذا كنا نعزيك ولا نهنيك يا سيدي. ما تبكيش يا ساردس، كان لازم يحصل كده. الله خالق السماء والارض اراد عشان يفتح علي عن حاجات كتيره كانت غايبه عني. شكرا للرب شكرا للرب شكرا للرب. يظهر ان الخضه اثرت عليه. فين والدي؟ وحش كبير ظهر وخطفه واختفى. اسمعوا، لموا أدواتكم، هنرجع ونرحل. أمرك يا سيدي، بس يا ريت نسجد الآلهة اللي أنقذتك. آلهة إيه يا ابني؟ دي شوية أوثان صنعناها بيتينا. لكن الإله الحقيقي ساكن في السماء، صانع الكون، خالق الناس كلها. هنرجع، يلا نرجع. ده اللي حصل. بساعة ما سيبنا البلد ودخلنا مقاطعة سكيتوس وسط الغابة. في ايه مالك انت كمان بتشك فيا زي ما العبيد شكوا فيا وافتكروني اتجننت؟ لا ابدا، اصل انا كمان سمعت الصوت اللي انت سمعته في الغابه، وكلام اللي انت قلته انه حصل انا سمعته، والشخص اللي كلمني طمني عليك، وانا دلوقتي بس امنت ان النعمه اللي احنا نلناها بسبب اله المسيحيين الاله الحقيقي. كوريانوس، قم الآن وخذ امرأتك وابنك واذهب إلى أسقف المدينة وأعلن إيمانك ليتم عمادك لتنال أنت وعائلتك نعمة الرب.
النهارده يا جورديانوس بعد ما نلت نعمة المعمودية وتناولت انت وعائلتك من الأسرار المقدسة باسمك نوح، وده الاسم اللي أنا عمدتك بيه. أما أنت فسفينة، أما فيلوباتير فأنا عمدته باسم فيلوباتير. دوموا على الاعتراف والتناول والصلاة. أنا عارف إن فيلوباتير معناه حبيب أبوه السماوي، لكن إيه معنى نوح وسفينة؟ نوح يا ابني نبي من أنبياء الله، بيه وبولاده وبزوجته تأسس العالم. بعد الله ما أعلن غضبه على شرور الإنسان ونزل الطوفان واتفتحت طاقات السماء 40 يوم و40 ليلة. أما السفينة فهي سفينة النجاة، ودي رمز للكنيسة المنتصرة. ضعوا أمامكم المحبة في كل تعاملاتكم، حتى مع عبدة الأوثان. حبوا كل الناس حسب وصية سيدنا وربنا يسوع المسيح. يعني إيه الذبايح ناقصت؟ ايه خلاص خلصت يا مولاي؟ الصياد المسؤول عن الذبائح اعتنق المسيحيه. ها، صياد الذبائح اعتنق المسيحيه، شيء جميل. انتم اكيد اتجننتم يا مولاي. الاشاعات ماليه المدينه كلها. يعني قصدك تقول ان الراجل ده فضل المسيحيه عن تجارته الرابحه؟ يا مولاي الجماعه دول يفضلوا يموتوا من الجوع على انهم ينكروا المصلوب. المصلوب دايما المصلوب المصلوب. وانتم فايدتكم ايه؟ ها، مش قادرين تجبروهم على ترك العقيده دي؟ يا مولاي العقيده دي عقيده سحريه ليها طقوسها وطلاسمها، واحنا رجال حرب مش رجال سحر. رجال حرب، هو ده اللي انا دايما باخده منكم. رجال حرب، رجال حرب، رجال حرب تحاربوهم. اسمع، انت تذهب دلوقتي فورا وتجيب لي متعهد الصيد ده هنا حالا، مفهوم؟ امر مولاي. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء. أنت لسه ما نمتش؟ كنت بصلي. في لوبيتير نام؟ أيوة. وانت ما نمتيش ليه؟ الحقيقة أنا قلقانة. من إيه؟ من أصحابك اللي زاروك الصبح. خايفة ليوصل للوالي خبر إيماني بالمسيح؟ ما تخافيش، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. والأسبوع اللي فات اشتريت نمر أفريقي من أشرس أنواع النمور. أعتقد يا مولاي ده اللي بيطلقوا عليه اسم الببر. لا يا عزيزي، الببر ده من فصيلة تانية. لكن ايه مولاي؟ ايه في ايه جورديانوس يا سيد الوالي؟ ماله؟ قبضنا عليهم منتظرين اوامرك. هاتوه هنا. ومين جورديانوس ده؟ ده اعظم صياد وحوش ومورد حيوانات هنا في الولايه. طب قبضوا عليه ليه؟ اكيد غشاش. ابدا لا غشاش ولا حرام، انما اعتنق المسيحيه. وايه اللي يخلي صياد وحوش يعتنق المسيحيه؟ أنا سمعت إن معظم تلاميذ معلمهم كانوا صيادين فعلا، لكن كانوا صيادين سمك مش وحوش. ما تفرقش. سيد الوالي، الأسير جورديانوس يا مولاي. إيه يا جورديانوس اللي سمعته دوت؟ خير يا مولاي. مولاك؟ مولاك إيه بقى؟ ما خلاص بقالك ملك غيري. دينا جناب الوالي بيدعونا لطاعة الملوك والأمراء والرؤساء، ومش بس كده، والصلاة من أجلهم. وبتصلوا لمين بقى؟ للرب. أي رب؟ المصلوب؟ النجار؟ تصور يا جماعة
ان رب الجماعه دولة نجار اتهم وحكم عليه وصلبوه كمان. يا سيدي الوالي انا ما بنكرش ان الهي وسيدي يسوع المسيح. ماله؟ كان نجار وكان فقير وصلب على خشبه. كل المعلومات اللي انتوا قلتوها عنه حقيقيه، ولكن اللي انتوا ما تعرفوهوش ليه اتولد فقير وليه صلب ومات على الصليب. نفسي اعرف ليه اله يتولد فقير. عشان يعلمنا التواضع ايتها الاميره. التواضع؟ التواضع. وايه مساله الصلب دي؟ مساله الصلب مساله فداء. فداء مين؟ فداء البشر، كل البشر. يفديهم بايه وليه؟ أظن يا سيدي مهما كانت الديانة اللي بتدين بيها الخلق صفة الآلهة. من هنا حبدأ معاك الحوار. عندما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله وضعه في جنة عدن وأمره أن يأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة. ها كمل لما نشوف آخرتها. لكن الشيطان أغرى المرأة. لا ده أنت زودتها قوي. أرجوك ها كمل. أغرى المرأة بإيه؟ بأن تأكل وتعطي رجلها من هذه الشجرة. عملية تمرد يعني. بل عصيان يا سيدي الوالي. هي فعلا عملية عصيان لما الإمبراطوري قرر عدم اعتناق المسيحية ويحرم هذا الدين ويجي واحد زيك انت يعتنقه. تسمي ده ايه؟ سيدي الوالي انا عصيان مش كده؟ حكمت على نفسك يا جوريديانوس بالعصيان، وانت عارف حكم العصيان كويس. يقبض على عائلة هذا الرجل وتلقى معه في السجن حتى الموت. يا الليل جميل قوي بيوحي بأجمل عبارات الحب. أكيد أكيد إن الإلهة ديانا فرد التوبها الأزرق على الكون. إيه مالك يا مولاي؟ ها؟ لا مفيش. مفيش ازاي؟ انت مش معايا خالص. تفتكر ازاي واحد زي جوريديانوس يرضى انه يتقبض عليه هو وعائلته ويترمي في السجن؟ مش بس كده، لا تتصادر كل امواله علشان دين الناصري. يا مولاي ما تشغلش بالك بالجماعة دول. شايف الجو الجميل ده؟ لابد ان الدين ده فيه حاجه بتخليهم يضحوا بكل شيء من اجله. ايه ده؟ في حاجه يا مولاي؟ انتي مش سامعه حاجه؟ اسمعي كده. مش سامعه غير صوت خرير المياه. لا 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 انا قصدي صوت الغنى. في صوت جميل بيغني. يا مولاي ده صوت قلبي وقلبك. صوت الليل اللي احنا فيه هو اللي بيصور لك انك بتسمع الموسيقى والغنى ده. انا بقى كده اطمنت انك فعلا بتحبني. انا بتكلم جد. اسمعي الصوت ده جاي من هنا، من ناحيه معسكر الجنود. فعلا. مش قلتلك ده الصوت ده جاي من ناحيه السجن؟ معقوله؟ معقوله المساجين بتغني؟ تعالي تعالي نشوف فيه ايه. Thank you.
مش معقول دي زوجة جورديانوس؟ دي جميلة جدا خسارة خسارة في الموت. اتفضل يا مولاي. ما يصحش ما يصحش الولي يقف يتفرج على ناس محكوم عليها بالإعدام. تصفح عني يا مولاي. سبق وقلت لجلالتك ان ديننا امورنا بطاعه الملوك والامراء والرؤساء والولاء ليهم. صدقني مولاي احنا المسيحيين بنحب كل الناس، ما نكرهش حد ابدا. ده اللي انا حسيته واخبرت بيه. جورديانوس، انا هعوضك عن كل ما لحق بك من اهانات، وده تم بالفعل. اقرأ ما كتبت. أمرنا نحن والي سكيتوس بتولية جورديانوس على المقاطعة الشمالية وخلع لقب أمير عليه هو وعائلته ورد جميع أمواله وأملاكه وعبيده وتقديم وافر الاحترام لهم من رعيته وجنوده واعتباره ممثلا شخصيا لي في المقاطعة. امضاء والي سكيتوس العظيم. يا مولاي انا اشكرك على كرمك، ولكن انا عايز تصحيح بسيط. تصحيح ايه؟ نعم اذا سمح مولاي. اسمح اتكلم. التصحيح في الاسم فقط. انا اخطأت في اسمك؟ لا مولاي، جورديانوس ده اسم القديم، ولكن بعد ايماني اصبح اسم نوح. هذا افضل لكي ينسى الشعب اسم جورديانوس. صحح الاسم. في شيء بيني وبينك مش هذكره في الوثيقة، وهو أن لك أن تعبد إلهك أنت وعائلتك كيفما شئت. سؤال. قول يا فلوباتي. صحيح بيتحول الخبز والقمح في القداس لغزة الرب ودمه؟ ايوه يا ابني، ده سر من اسرار الكنيسة اللي اسسه الرب يوم خميس العهد. فاكر الرب قال ايه؟ اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كله هذا هو جسدي. ثم اخذ الكأس وشكر وبارك وأعطاهم فشربوا منها كلهم، ثم قال لهم هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين. ده سر عظيم من أسرار الكنيسة. عارف عددهم كام يا فلوباتير؟ أيوة 7 أسرار. سيد الأمير فلوباتير، صديقك الأمير روسوس ينتظرك بالحديقة. اسمح لي يا والدي. اتفضل. هات شوف تعال ورايا. حاضر يا سيدي. عايز تتمرنوا كويس عشان لما تكبروا تمسكوا ده. عظيم عظيم جدا يا فلوباتير. بس هو خدني على اخوان. أثناء المبارزة لابد أنك أنت تكون منتبه لكل حركات خصمك. كفاية شرب بقى، أنا عمري ما شفتك بتسكر بالشكل ده. ولسه ياما هنشرب.
قصدك ايه؟ الشيء اللي مجنني اني انا بونتيوس بافيوس قائد جيوش المقاطعه دي كلها والوحيد اللي يستحق انه يحكم الولايه كلها. يستبعدني الوالي ويجي الامير نوح يعينه بدالي انا. سيد القائد اهدى، مش كده. تفتكر بذمتك انت تفتكر انه اكفأ مني؟ ها انت كفايه شرب بقى، انت كده بتضر نفسك. نفسي اعرف الوالي ليه عمل كده، ومين هو، مين هو الامير نوح ده عشان يعينه مكاني في المنصب اللي كافحت طول عمري عشانه، طول عمري. انا بكرهه. طب اهدى انت سكران، قوم ارتاح. نفسي ارتاح. رسالة من الوالي يا مولاي. الوالي بيأمرنا بالتوجه فورا للبربر ومحاربتهم حتى النصر. هجوم! فلنشكر الرب على انتصارنا على البربر، وأشكركم جميعا على ما أظهرتموه من بسالة ونضال أثناء المعركة. والآن فلنستعد جميعا للعودة إلى الأهل والأحباب. وطبعا المجد ده هيتنسب له، وأكيد الوالي هيعليه. يبقى حانت اللحظة المناسبة واحنا كلنا معاك. اكد على رجالتك. حصل. لازم الامير نوح يموت، لازم اقضي عليه هو وجنوده واتولى انا المقاطعه. تؤمر بحاجه تانية؟ ايوه، الخطه اتغيرت. ازاي؟ احنا مش هنهجم عليه وهو في خيمته، انما اوعز الشيطان لبونتوس أن يراقب هو وفرقته جورديانوس وجنوده ليقتلوه، وذلك لحقدهم عليه لانتصاره على البربر. لكن الله خلصه من يد بونتوس، ولكنه وقع في يد ملك البربر. ازاي ده حصل؟ كمين من البربر يا مولاي قضى عليه هو وجنوده انتقاما لهزيمتهم. وانتوا كنتوا فين؟ للأسف يا مولاي، على ما وصلنا لميدان المعركة كان الأمير نوح وكل جنوده قضي عليهم. أبلغ الأميرة سفينة زوجته بالخبر، وتولى أنت حكم المقاطعة على ألا تمس عائلته بسوء. أنا بحذرك، بلغها عزائي. أمرك يا مولاي. فلترحم الآلهة روح الأمير نوح. دي أكبر فرصة لي إني أستولى على قلب الأميرة سفينة وأتجوزها. إلهي وسيدي يسوع المسيح، لقد كنت دائما بجانبي
نصرتني في الحرب على البربر. أنا أعلم أنك لن تتركني ولن تسلم من يدي أعدائي، لأني أثق من رحمك وأعلم أن هذا الذي حدث هو من حقد البشر، من حقد الشيطان. نجني يا رب، نجني وأعني، نجني يا رب من يدي أعدائي. لقد سمع الرب لصوت صلاتك وأرسلني كي أطمئن قلبك أن الرب يسوع المسيح إلهك لن يتركك وسوف ينجيك. افتحوا الباب، فكوا القيود. انت مين يا راجل انت؟ ومين الراجل اللي كان بنور معاك في السجن ده؟ ده ملاك أرسلها الرب ليحميني. يحميك؟ تعال معايا لما تشوف حكايتك ايه وحكاية الملاك بتاعك. تعال. تخاف لأني معك. القائد بنطس. مولاتي الأميرة، يبلغك الوالي العظيم بوفاة زوجك في ساحة الشرف ويرسل لك تعزيه، ويبلغك أيضا يا مولاتي العظيمة أن جميع حقوقكم وألقابكم لن يمسها إنسان، إكراما لذكرى زوجك الأمير نوح الشجاع. مولاتي، شوف يا عم نوح، انت النهارده ضيفي، يعني انت معزز مكرم. والاصل كله، الاصل كله تحت امرك، خد راحتك على الاخر. عايز اقول لك حاجه كمان، العبيد دول كلهم كلهم تحت امرك، يعني تعتبر ان هم رجالتك. الحوار يعني انت هنا راجل ايه؟ معرفش مكرم. كل حواليك دول كلهم، حواليك كلهم بقى ايه؟ انتوا عفنتم. خدت بالك؟ وكل شيء تطلبه اي شيء مجاب. شكرا ايها الملك. عظيمة هي وعودك يا رب. سيدة السفينة. في ايه يا كلوديوس؟ لو سمحتي عايز اكلمك في حاجة مهمة. في ايه؟ في حاجة حصلت لفلوباتير؟ لا يا لا، فلوباتير بخير الحمد لله. امال في ايه قلقتني؟ الوالي يا مولاتي في الطريق ليك عشان ياخدك لقصره. ليه؟ انا ما اشتكتش. وانت عرفت ازاي؟ سمعت يا مولاتي. سمعت ايه؟ قول بسرعة. سمعت انه عايز يرفعك جنبه على كرسي الولاية. يعني ايه؟ عايز يتجوزك يا مولاتي. وهو فين دلوقتي؟ في نص الطريق تقريبا، وحيوصل مع دخول الليل. يبقى لازم نتصرف بسرعة. اشكرك يا كلوديوس، لازم نشوف اي طريقة للهرب. انا جهزت كل حاجة يا مولاتي، يا ريت تاخدي كل حاجة من ذهب وجوهرات، اي حاجة تحتاجيها في غرفتك حالا. وعندما حضر الوالي إلى قصر نوح لم يجد سفينة وابنها، وأبلغه الخادم الأمين أنها في أيامها الأخيرة قد حطمها الحزن على فراق زوجها الأمير نوح، فقررت ترك القصر ولا أحد يعلم مكانها. فما كان من الوالي إلا أنه تأسف عليها وعلى ما أصابها. سيدي الملك،
الأمير نوح على الباب. سيد الملك أطال الله في عمرك. تعال جنب هنا أمير نوح، تعال جنب. أبقاك الله لشعبك أيها الملك. ايه يا امير نوح؟ سلام بيهات؟ نعم يا سيدي. ايه اتكلم عشان اقول. سيدي الملك انا بقالي سنة وخمس اشهر في ضيافة الملك العظيم، واشتقت لزوجتي وابني. ولو ما تكملش يا امير نوح، انا فهمت انت عايز تقول ايه. لا كما تريد، ولو ان ده هيحرمني من وجودك جنبي. أرجو إن مولاي يسمح لي بتبديل الملابس دي والبس ملابس العسكرية لحسن ما يعرفونيش. ده اللي حصل لي أبانا، وهي دي حكايتي. وانت قاعدة فين دلوقتي يا بنتي؟ في فندق الغرب. ده اللي قرب النهر؟ أيوة يا أبانا. يا ريت يا أبانا بقى من شعبك وتقبل تاخد اعترافاتي أنا وفي لوباتير. إن شاء الله يا بنتي، ربنا دبر أمورك. المفاجأة أسلقت صدري يا أمير نوح. أنا كمان كنت مشتاق لرؤية جنابك أيها الوالي العظيم، لكن زوجتي وابني حصل لهم إيه؟ يا أمير نوح، زي ما قلت لك بالظبط، هو ده اللي حصل. الخدم بيقولوا إن صحتها تعبت في الأيام الأخيرة، وحالتها النفسية كانت صعبة جدا، ومحدش يعرف يا ترى هي راحت فين، ولا الأمير في لوباتير راح فين. لا يا أمير نوح، مين عارف؟ مش يمكن لو عرفت إنك لسه على قيد الحياة ترجع لك؟ يا مولاي اسمع يا أمير نوح، أنا طبعا عارف إن أنت السبب في انتصارنا على البربر، لكن أرجو إنك تغفر لي. في غيابك يا أمير نوح كان لازم يكون في حد موجود والي على المقاطعة، وأنا عرفت يا مولاي، وربنا يسامح الجميع. يا أمير نوح، أنا هوليك على مقاطعة على حدود بلاد الروم، إيه رأيك؟ اللي يؤمر بي مولاي. ومرت السنين، أصبح فيها قديسنا شابا يافعا. وقد أحسنت أمه سفينة تربيته التربية الدينية الصالحة. سيدي يسوع المسيح، أعني على خدمتك، وضع في قلبي محبتك، واجعلني من قطيع، ولا تسلمني لمؤامرات الشيطان ولا لإغراءات عدو الخير التي يزينها للشباب في مثل سني. وارحمني وارحم روح والدي نوح، وحافظ على أمي سفينة، فأنت ربي وإلهي ومخلصي. واسمعني يا سيدي حينما أقول لك بكل شكر، يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسلمين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نوح مات من زمان. يا رب يسوع، مش معقول، مش معقول الشبه ده. يا أبانا، في حلم دايما بيتكرر عليا من بعد ما فقدت زوجتي وابني،
بشوف نفسي وقدامي خبز وخمر وبشم ريحه جميله جدا صاعده منهم. يا ابني انا شايف ان السما عايزه تعلن لك ان ابنك وزوجتك على قيد الحياه، ولابد ان عنايه الله هتدبر لقائكم. يا ريت يا ابانا يا ريت. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. صلي من اجلي يا ابانا، صلي من اجلي. ربنا يباركك. يا امير نوح، بقالك مده كبيره وانت على الحاله دي. مش عارف كنت بس الحلم ده بتكرر عليا كتير، مش عايز يسيبني ابدا. مش ابونا الاسقف فسره لك؟ ايوه فتسه. ما حصلش حاجه. انا شايف ان اعصابك تعبانه شويه اليومين دول يا امير نوح. ايه رايك لو تخرج تنصيد السمك من البحيره بكره؟ فعلا عندك حق. عموما على البحيره فندق جميل جدا اسمه فندق الغربه، نحجز فيه ونقضي هناك يومين. الامير نوح ما كانش عنده حظ النهارده، اصطاد سمكه واحده بس. يا سيد وانا في سنك كنت بصطاد وحوش، لكن اعمل ايه؟ حظي كده مع السمك. امي خير؟ اسمع يا تروباتير، في امير بيزور الفندق وانا شفته في الحديقه، انا عايزاك يا ابني تقابله. خير يا امي. البس يا ابني لبس الجنديه واركب الحصان اللي تحت وتقدم ليه وتديله التحيه. ليه يا ام؟ ربما يا ابني يضمك لجنوده وتصبح ضابط من ضباطه. انا اؤمن ان الله هيعطيك نعمه قدامه. امرك يا امي. انت مين امرك تركب حصان الامير؟ انت جبت اللبس ده منين؟ وايه اللي راكبك الحصان ده؟ انت مين؟ يا سيدي الامير، انا جندي وابن امير وامي ايضا اميره. ويا ترى تعرف تجيد فنون القتال؟ نعم يا مولاي. مولاي مولاي. انت مين؟ انا ام. احنا عيله صغيره، زوجي كان صياد وحوش واشرق علينا الرب بنور الايمان فاصبحنا مسيحيين، واعطاني الرب اسم سفينه واعطاه هو اسم نوح. انا نوح، انا نوح يا زوجتي الحبيب، انا نوح. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. لوباتير ابني والدي. ربي وإلهي ومخلصي وفادي يا يسوع المسيح، أشكر مراحمك، أشكر محبتك، أشكر عنايتك، أشكرك يا رب أنك سمحت لي أن أعيش حتى ألتقي بزوجتي سفينة وابن الحبيب لوباتير. أشكرك يا رب لأنك جعلتني ألتقي بزوجي نوح وأطمئن عليه وأن يتعرف على ابننا لوباتير. أعطينا يا رب أن نكون أبناء صالحين لك. أشكرك يا رب لأنك سمحت لي بعد هذه الفترة الطويلة أن ألتقي بوالدي الحبيب نوح ويتعرف علي وعلى والدتي سفينة. علمنا وارشدنا. معك لا أريد شيئا على الأرض، اسكتني يا رب متى جئت في ملكوتك. الحقيقة يا أميرة سفينة، رجوعك أنت والأمير في لوباتير رجع السعادة للأمير نوح ولينا كلنا. أشكرك. فعلا يا كونتيلوس عندك حق، رجوع زوجتي وابني أدخل البهجة لحياتي وللقصر بعد ما خيم عليه الحزن سنين. تسمحي لي يا سيدة الأميرة أقدم زوجتي وأولادي اللي جم مخصوص للتهنئة، وأنا أحب أتعرف عليهم. يسمح مولاي؟ خليهم يتفضلوا.
زوجتي جوليانا. هيرمان فيوباسا كندور اخر العنود. تشرفنا، احنا سعدنا بلقائكم. الحمد لله على سلامتك يا اميره وسلامه الامير في لوباتير. ما تتصوريش وقع الخبر الحلو ده كان على قلوبنا ازاي. حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اشكر شعوركم. وانت يا هيرمان؟ يا مولاتي انا فرحان برجوعك انت والامير في لوباتير. اشكرك يا هيرمان، وانا شايفه كده انك هتكون فارس من الفرسان العظام. انا خادم من الامير نوح ومن رجاله. خلاص نعينك وزير. وانت يا فيبوسا؟ اسعد برجوع الاميره والامير في لوباتير. دي حاجه احنا كلنا شاعرين بيها، لكن انا قصدي لما تكبري تحبي تبقي ايه؟ ابقى زي ماما. ست بيت يعني؟ مخدمة للرب. الرب معاك يا فيبوسا، داومي على الصلاة والصوم والتناول واكيد الرب هيحقق لك كل مرادك. وانت بقى يا اخر العنقود؟ انا عاوز ابقى زي بابا. وزيرة يعني؟ عال، يبقى عندك اتنين وزراء. الامير في لوباتير. من النهاردة يا ميفلو باتير انت قائد من قوادي، عايزك تتدرب على فنون الحرب والقتال لتصبح قائد الجيوش. امرك يا والدي. ها اسمح لي يا رب أن أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك، حتى عندما أنتقل إليك أسمع صوتك الحنون: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، أدخل إلى فرح سيدك. ربي لاشتهاء أن أنطلق. وبعد نياحة الأمير نوح أصدر الوالي أوامره بتعيين القديس فيلو باتير قائدا من قواده، وذلك خلفا لوالده. ايه يا فاليريانوس، مفيش أخبار عن البربر دول؟ اطمئن، في عهد ولايتكم يا مولاي كل شيء هينتظم. سيدي الامبراطور ديسيوس، في ايه؟ رسالة من الامير ماركوس. انتصار ساحق على البربر. شكرا للآلهة. خضيرة يا فاليريانوس. تعرفش هو دعانا للاجتماع ليه؟ يمكن يكون في اخبار مهمة. النهاردة انا بزفلكم انا الامبراطور ديسيوس وشريكي في الحكم الامبراطور فاليريانوس خبر انتصار جيوش روما العظمى على جيوش البربر والقضاء عليهم تماما. النهاردة اعدنا لروما مجدها العظيم. تحيا روما العظمى. تحيا روما العظمى. تحيا روما العظمى. ولقد اتخذت انا وشريكي في الحكم الامبراطور فاليريانوس قرار ارجو موافقتكم عليه. اجتازت روما العظمى محنة الحروب مع البربر، وقد ساعدتنا آلهتنا العظيمة في انتزاع النصر. لذلك أمرنا نحن بفتح أبواب المعابد في كل مدينة وكل بلد، كما أمرنا ب
بعدم تواجد أي مسيحي والقضاء عليه نهائيا، وعلى كل الشعب تقديم الذبائح، وكل من يرفض تقديم الذبائح والضحية لآلهتنا العظيمة يكون محكوما عليه بالموت. الإمبراطور ديسيوس والإمبراطور باليريانوس. وافق. 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 أنا سعيد بقراركم الحكيم. يكتب هذا المنشور ويوزع على موثق الإمبراطورية، وترسل صورة من هذا المنشور إلى جميع أنحاء الإمبراطورية. سيدي الإمبراطور، القائد ماركوس. سيدي الإمبراطور ديسيوس. سيدي الإمبراطور فاليريانوس. السادة أعضاء مجلس الشيوخ، القائد ماركوس يقدم لكم سيف ملك البربر المهزوم، دليل على ولائنا للإمبراطورية وللإمبراطور. تقدم أيها القائد. تحيا روما العظمى. تحيا روما العظمى. تحيا روما العظمى. وأحب أقدم لكم أكبر قوادي ومساعدي، واللي كان سبب في النصر معايا، القائد مرقليوس. أنا مسرور بلقائك يا مرقليوس، فرحان قوي بكل اللي سمعته عنك. من دلوقتي أنت أحد قوادي العظماء، وأنا رأيتك إلى طبقة الأمراء. يا القائد مرقليوس. أشكر مولاي الإمبراطور على هذه الثقة الغالية. أشكركم جميعا. كنت بصلي لك طول فترة الحرب. الحقيقة يا أمي الحرب كانت صعبة قوي وقاسينا فيها كتير، ولكن الرب نصرنا. سمعت بالمنشور اللي أصدره الإمبراطور؟ سمعت يا أمي، ما تخافيش، ربنا مش هيتخلى عن أولاده. الدم يا ابني مغرق شوارع روما. الرب يجازي، يدافع عنكم وأنتم تصمتون. أنا خايفة يا ابني لو عرفوا أنك مسيحي. يا أمي لازم تعرفي أن سر انتصاري في الحرب هو تمسكي بالرب وصلاتي. في عز المعركة كنت برفع صوتي ليه، وكنت بشعر بإيده بتأيدني. ربنا معاك. ادخلوا الدم. حرام عليكم كفايه، حرام عليكم، حرام. ايه في ايه؟ ماله ده؟ سيدي القائد، العبد ده زبطناه وهو بيسرق من مطبخ سيدي. فكوه بقى. حاضر يا سيدي. تعال. حاضر يا سيدي. انت سرقت ليه؟ الجوع. الجوع هنتهي يا سيدي. ليه؟ هو انتم ما بتدلوش ياكل؟ بنديله ثلاث وجبات كل يوم يا سيدي. امال ايه حكايتك؟ انت مش عارف ان السرقه يعاقب عليها؟ عارف يا سيدي، لكن ارجوك لا يحمى غضبك على عبدك. اتكلم، في ايه؟ دافع عن نفسك. أنا صحيح عبد عندك يا سيدي، لكن ليا أم مسنة وأخوات صغار وما لهمش عائل غيري، وعايشين خارج القصر، وكنت كل يوم لما أخد نصيبي من الأكل والشرب وأرميه لهم من فوق سور القصر، والنهاردة لما اديته لهم جهد وسرقت عشان آكل. يعني عايز تفهمني إنك بتحرم نفسك من الأكل عشان خاطر تعول أمك وأخواتك؟ عظيمة محبتك، لكن أنت غلطان. غلطان يا سيدي وحرمت. كان لازم تبلغني وانا كنت هتصرف. في الحقيقة انا حبيت شتايل عليك لاني مشغولياتك كتير. روح هات اسرتك تعيش معايا في القصر وربنا يدبر كل شيء. بارك الله فيك يا سيدي الامير. بارك الله فيك يا سيدي الامير. تفتكر ان البربر هيسكتوا على الهزيمه دي؟ طبعا لا. لاحظ ان مش هيقدروا يقوموا بحرب جديده من تاني. هنهزمهم بقوه الالهه العظيمه. ما دام عندنا قوات مخلصين زي ماركوس ومرقليوس، يا
يبقى مش ممكن للبربر هتقوم دولة أبدا. على شرف روما العظمى. أهلا 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 يا إيه ما وحشتكش؟ اتفضل. وحشتيني جدا جدا، بس أعمل إيه؟ الحرب؟ الحرب خلصت. أستأذن أنا. مين الضابط ده؟ ده القائد مرقريوس. خليك. أستأذن. خليك، ما تستأذن. لونا. لونا؟ لونا بنت أختي، أجمل فتيات روما، القائد مرقريوس. قائد صغير كده؟ القيادة مش سني يا سيدي. لونا، اسمي لونا يا مرقريوس. أيوة ديسيوس. ماركوس تعالى. تعالى تعالى مرقريوس. أرجوك يا سيدتي، أنا لازم أمشي دلوقتي. مرقريوس، ما تنسيش انت في حفل الامبراطور، ما تقدرش تنصرف، يعني امرك للالهه. اقعد اقعد يا مرقريوس. انت مين؟ انا فيلوفاتير مرقريوس، ابن الامير نوح وقائد في الجيوش الامبراطوريه. انا ما شفتكش قبل كده. ما حصليش الشرف. وايه بقى حكايه مرقريوس دي؟ الجنود اللي اطلقوا الاسم ده عليا في المعركه. مرقريوس المنتصر؟ الحقيقة اللي يشوفك لازم يعجب بيك. انت مرتبط يا مرقريوس؟ يعني بتحب؟ فعلا. وحبيبتك؟ حبيبتي ملهاش مثيل في العالم كله. ياه، اقدر اعرف اسمها؟ افضل الاحتفاظ بيه لنفسي. طيب هي من البلد؟ من روما يعني؟ يجوز. لا، انت باين عليك غويط قوي، بس مش على لونا. ارجوك يا سيدتي، انت عايزه ايه مني بالظبط؟ عايزاك. وانا ما انفعلكيش. علشان حبيبتك للدرجه دي انت مخلص لها؟ لا، عشان انا مسيحي وديني ما بيسمحش بالعلاقات دي. مسيحي؟ أيوة. قائد من قواد الإمبراطور مسيحي؟ وأفخر إن أنا مسيحي. على العموم أيها المسيحي، لنا لقاء تاني. مرقريوس تعال. عاوز مرقريوس، افتكر بإيدي ممكن أدخلك السجن، وبإيدي دي برضو ممكن أرفعك. خش اعمل عليه مرقريوس. تعال عاوز كمل التمرين لحد ما ارجع لك. طيب الامبراطور ديسيوس بعت طالب فرقتنا حالا، خدها. على قواد وجنود فرقة بارتيسيون الحضور فورا للانضمام إلى جيش روما العظيم لصد هجمات البربر عند وصول هذه الرسالة. الامبراطور ديسيوس. معنى الكلام ده ان احنا لازم نتحرك حالا. بلغ الجنود وحنستعد للرحيل مع اول شعاع للشمس. امرك. مرقريوس، تقدر تروح تودع والدتك قبل ما نمشي. ايوه يا امي، في الفجر. ارجوك يا امي هوني عن نفسك. الرب يكون معك. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. نصيبك هو الرب، ينجيك من فم الاسود ومن ايدين اعدائك. ارجوك يا امي، عايزه اسافر وانا مطمن عليك. سافر يا ابني بالسلام، ربنا ينصرك. بسم الآب والابن والروح القدس.
القدس الإله الواحد آمين. اللهم التفت إلى معونة يا رب، أسرع وأعني ليخزى ويخجل طالبه نفسي، وليرتد إلى الخلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريع على القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، ليقول في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطل. يا سيدي أنا ذاهب وتارك أمي بين يديك الحنون، احفظها يا رب من أيدي الحاقدين ومن مؤامرات الشيطان، وارفع شأن المسيحيين. أمين. ديسيوس، ترعاك الآلهة وترجع لي سالم المنصور. الإمبراطور فاليريانوس حيقوم بأعمالي أثناء غيابي في المعركة، إذا احتجت أي حاجة اطلبيها منه، ما تتردديش. رفقتك السلامة. فاليريانوس، كنا جايبين في سيرتك. شكرا يا مولاي. اطمئن، كل المؤامرات الداخلية اتقضى عليها والأمن مستتب والشعب كله بيقدم الذبائح. حتى المسيحيين لازم يقدموا ذبائح ويبخروا للآلهة. حارب انت البربر وانا هحارب المسيحيين وخلص لك عليهم. شكرا يا فاليريانوس. النهاردة هزيمة البربر كانت سهلة جدا يا مولاي، والنصر عليهم كان بفضل تدبيرك وخططك وبفضل قيادتك يا ماركوس، انت وماركوريوس في قيادة الكتائب. بصوا يا ابطال، مع اول ضوء هندخل بالمجموعة الرابعة من هنا، رماة السهام هيكونوا مستنيين هنا، اما الفرسان بقيادتك يا ماركوريوس مش هيهجموا الا بعد اول اشارة، بعد ما العدو يدفع بفرسان. خطة حكيمة يا مولاي. ودلوقتي تقدروا تروحوا ترتاحوا يا ابطال. عن اذنك يا مولاي. تفضل. الرب نوري وخلاصي من من اخاف، الرب حصن حياتي من من ارتاح، عند اقتراب الاشرار مني لياكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا، ان نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. المجد لك يا رب. أرسلني الرب يسوع المسيح لأساعدك وأقودك للنصر، فخذ هذا السيف وحارب به البربر، وعندما تغلب تذكر الرب إله.
مش حلو سيد القائد. الجنود عمالين يهتفوا لمركوريوس وانا معانا كبير قوي. انا اللي رفعته على راي المثل اللي بيقول تزرعه يقلعك. لا مش هيقدر، مش هيقدر يقلعك ابدا. اديك شايف وسامع بودانك الهتاف لمركوريوس مش للامبراطور، ومش بعيد يتولى هو قياده الجيش واتركن انا. انا عايزك تطمن سيد القائد، مش هيحصل على جثتي. ايه اللي خليك متاكد كده؟ لان القائد المنتصر مركوريوس مسيح يا سيد القائد. انت بتتكلم جد؟ انا واثق من كلامي واتحمل نتيجته. اشكرك يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح على عظيم احساناتك. يا سيدي اجعل روحك القدوس يجدد طبيعتي وينزع عني الغرور وروح المجد الباطل ويثمر فيا بالمحبة. أشكرك يا مخلصي على إرسالك لي سيف الغلبة. أنا في حياتي ما شفتش راجل واحد يهزم جيش بالكامل. أنا كنت وسط الميدان بشاهد المعركة وكأني شايف شبيه الآلهة هو اللي بيحارب. كان سيفه عبارة عن نور، نور بيلف يحصد الأعداء حصد. معقول؟ بقولك أنا شجاعة زي دي عمري في حياتي ما شفت لها مثيل. لذلك قررت أنا الإمبراطور ديسيوس أن يرقى مركوريوس قائدا للجيوش الرومانية. وماركوس؟ ماركوس، ماركوس كبر خلاص. أنا عايز شباب جديد، دم جديد، شباب شجعان. شايفك متحيز قوي مركوريوس. ما تنسيش إن هو سبب النصر. ابعته هاتولي القائد مركوريوس. القائد مركوريوس. ما تتسرعش كده. والآن أيها السادة أقدم لكم الأمير مركوريوس. وقد أعلناه قائدا للجيوش. القلادة. أنا لازم أبلغ مرقس باللي حصل بالتفصيل الممل. كنت أتمنى أن أكون في المعركة بنفسي. يا مولاي كلنا كنا بنشعر بتأييدك أثناء المعركة. أنت صحيح بطل وبتعرف إزاي ترتب كلماتك. أشكرك. من دلوقتي يا مركوريوس هتحضر جنودك عشان هنخرج كلنا نقدم القرابين والبخور للآلهة العظيمة. فين مركوريوس؟ ما جاش. ليه؟ تعبان ولا حاجة؟ يا سيدي الإمبراطور. اسمح لي سيدي الإمبراطور. أقول له ولا تقول له أنت؟ قول له أنت. ما تقول له أنت. قول له أنت. أقول له. إيه في إيه؟ أيها الإمبراطور العظيم، يؤسفني أبلغك إن الراجل اللي أنت اخترته وخليته من الأمراء وخليته كمان يبقى قائد جيوش الإمبراطورية العظيمة مرضاش يجي علشان ما يبخرش للآلهة. انت بتتكلم عن مين؟ عن مركوريوس ايها الامبراطور العظيم. مستحيل اصدق. لازم حصل حاجة، او يمكن بينك وبينه ضغينة عشان كده عايز توقع بينا. يا سيدي الامبراطور لازم تتحقق بنفسك، لان قائدك مسيحي ومش هيقدر يجي يبخر للآلهة لانه خاين. هاتولي الأمير مركوريوس. الأمير مركوريوس. مولاي الإمبراطور أرسلت في طلبي. أيوة يا أمير مركوريوس قرب. يؤمرني مولاي. صحيح يا مركوريوس هتنفذ أوامري؟
مولاي أنا جندي من جنودك. عاد أنا برضو كنت واثق من كده. في حاجة يا مولاي؟ اسمع يا مرقريوس، إيه رأيك في اللي يقابل الحب والإخلاص بالجحود؟ سيد الإمبراطور، الحب يقابل حب. تمام، ولما أنت عارف كده ليه بتحرجني قدام كبار رجال الدولة وأنا اللي رأيتك ومنحتك أكبر الرتب في البلد؟ ما حصلش شيء مني يسيء لعظمة الإمبراطور. لا، عصيت أوامري وما خرجتش تبخر للآلهة اللي رفقتك في الحرب ونصرتنا. يا سيد الإمبراطور، لك كرامتك، أنا ما بنكرش أنك أنت أكرمتني وأعطتني قيادة الجيوش، ولكن اعلم أيها الإمبراطور أني لم أنتصر على البربر إلا بقوة صليب ربي وإلهي يسوع المسيح. وادي القلادة اللي شرفت بيها عنقي، أخلعها عن اقتناع، لأن مجدا من العالم لا أريد. عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود. وأنا بعلن أمام كرسيك الإمبراطور العظيم، أنا مسيحي وبفخر أن أنا مسيحي. خسارة، خسارة يا مرقريوس، وأنا اللي كنت بعدك تاخد مكاني في يوم من الأيام. يا سيدي الإمبراطور، باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. تعجبني شجاعتك أيها القائد، لكن أنا اتهيالي إنك ممكن تغير موقفك شوية، فحسيبك ترتاح وتفكر حبة. ما تتعبش نفسك، مفيش أي حاجة في الدنيا هتبعدني أو هتفصلني عن محبة المسيح. أنت مش عاوز تتعبني وأنا مش هتعب نفسي، وما دام أنت بقى مصمم على عنادك خلاص. حرس، خدوا راجل الكرامة والشهامة وارموه جوه السجن عشان يدوه مرارة الذل والهوان. يلا يا مرقريوس. القائد مرقس بالبيت، خليه يدخل. بقالنا مدة ما شفناكش يا مرقس، ايه هيلين منعاك عنا ولا ابتديت تحبها؟ ديانا يا حبيبتي يا مولاتي، لا هيلين ولا كل نساء العالم يشغلوني عنك. كلام وبس، امال ايه اللي خلاك تبعد عنك المدة دي؟ يا مولاتي يا حبيبتي، انا ما يبعدنيش عنك الا الموت. مرقس، نسيت ايامنا الجميلة؟ مش حنسى يا مولاتي، مش حنسى أيامنا الجميلة، ومش حنسى كمان أن الإمبراطور بتاعك سرقك مني. الإمبراطور في وادي وأنا في وادي تاني، كنت فاكرة أني لما رفعت القائد للجيش أنك هتكون جنبي، لكن يظهر أن جوازك من هيلين نساك الدنيا بحالها. أبدا، هيلين يا مولاتي مجرد زوجة، لكن أنتي، أنتي الحبيبة. ماركوس، صلوا معي يا أبنائي لأجل فلوباتير مرقريوس ليرفع الله عنها هذه الكأس. يا إخواتي، أنا هيلين أختكم في المسيح زوجة القائد مرقس، لي نفوس في قصر الوالي وأضع ساعة فلوباتير. لا يا ابنتي، نحن علينا فقط أن نرفع الصلاة، مش عايزينك تعرضي نفسك للخطر. يا أبتي، أنا أقصد يكفينا أنك بتبلغين أخباره وعمل الله معاه. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، واهدني إلى عدلك وعلمني
لأنك أنت هو الله مخلصي. افرح أيها الحبيب في الوتير، ولا تخشى من عذابات هذا الطاغية، وثق بالرب يسوع المسيح الذي جهرت به، لأنه قوي وسيخلصك من جميع شدائدك. أنا مش مصدق، وبصراحة أنا حزين على بلقريوس. مش هو ده البطل اللي قعدت تمدح فيه؟ هو من حيث البطولة بطل، وهو سبب النصر، أما حكاية مسيحي دي فمش دخلان دماغ. اسمح لي يا سيدي الإمبراطور، لونا سمعته أكتر من مرة بيردد إنه مسيحي. وسمعته فين بنت أختك؟ تعالي هنا. إيه اللي سمعتيه وسمعتيه فين؟ يوم حفل الانتصار الأول يا مولاي عرفني به القائد ماركوس، لأنه كان واقف زي الغريب، يعني حبيت أزيل عنه غربته وشعره بالألفة، لكنه رفض إنه يتكلم معايا، ولما سألته ليه قال لي عشان أنا مسيحي. كده؟ يعني حتى قبل ما يسافر معايا وبعد ما سمع المنشور اللي أنا نشرته؟ ابعتوا هاتولي السجين مرقريوس. فكوا قيوده. لسه برضو مصمم على موقفك يا مرقريوس؟ يا سيدي الإمبراطور، أنا لا أنكر إكرامك الجزيل علي، لكن أي محاولة تحاول تفصلني بين مسيحي وإلهي مش هتجيب معايا أي نتيجة، لأني مسيحي ولا أخاف العذاب ولا أخاف الموت في سبيل ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. طب روح يا مرقريوس، ارفع البخور علشان خاطري إكراما للآلهة. وعلى فكرة أنا بوعدك إنك هتكون تاني واحد في المملكة، وحجوزك بنت من بنات أخت الإمبراطورة. آلهتك أصنام فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، مثلها يكون صنعوها، بل كل من يتكل عليها. أخلص. يعني تقصد إن إحنا أصنام؟ أنا حسامحك في دي كمان، وعشان تعرف إن أنا بحبك مش عايز أجبرك تسجد للآلهة. كل اللي أنا برجوه يا مرقريوس إنك تنسى حكاية مسيحك دي خالص. العذاب على اسم يسوع المسيح شرف لي. مرقريوس، آخر مرة بديلك فرصة للرجوع. أنا لا أخاف تهديدك، لأني سأنتصر عليك بقوة الإله، وسأفضح إبليس أبيك الذي مصدر لكل الشرور. خذوه يجلد بكرابيك حتى الموت. حرب مرقريوس. مرقريوس. لسه ما عقلتش يا مرقريوس؟ ربي وإلهي يا سوال المسيح، أسرع أسرع إلى معونته. عذبوه، ولعوا النار تحت رجليه، واي واحد من الحرس هيبلغني انه مات حرقيه، فاهمين؟ لازم يجي واحد يقول لي مرقريوس مات. السلام لك ايها المجاهد المثابر الغالب، تقوى فان الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب هذا الملك وتفتحه هو واوثانه. لا تخف من عذابك، لانك بعد زمان قليل ستنعم بملكوت السماوات في أورشليم السمائية مدينة الأطهار.
ترى مش عارفين مرقريوس حصل له ايه؟ تلاقيه مات وشبع موت. سيدي الامبراطور، حصلت حاجه غريبه امبارح بعد ما سبت الساعه انت وضيوفك. ايه اللي حصل؟ اتكلم. الامير مرقريوس ماله؟ مات خلاص؟ ابدا، شوفي تماما. ازاي؟ ظهر نور شديد، بصينا لقينا المسجون كانه ما حصلوش اي حاجه. انت مجنون؟ لا عايزك تيجي تقول له مات. مات مات. الله، ده ساحر يا مولاي. اكيد ساحر. طبعا هتقول المسيح هو اللي شفاك. نعم، ربي وإلهي يسوع المسيح هو اللي شفاني. المسيح هو اللي شفاك ولا سحرك يا مرقريوس؟ عموما هنشوف لما لحمك يتشوي بأسياخ الحديد ويكلدوك ويعلقوك على شجرة بالمقلوب. افعل ما تريد أيها الإمبراطور، تليك سلطان على جسدي فقط، أما روحي ونفسي فهي ملك ربي. روحي ونفسي هم ملك ربي. شوية كمان وحيموت. بقاله على كده قد ايه؟ بقاله حوالي 10 ساعات. مش ممكن في انسان يتحمل كده. ما تنسيش يا مولاتي انه لسه شاب وجسمه قوي. خسارة نضيع وقتنا معاه. فعلا. الى اللقاء فلوباتير مرقريوس. ايه مالك؟ مش عارف اذا كنت غلطان في مسألة مرقريوس دي ولا لا. يا مولاي انت عمرك ما اتخذت قرار غلط، ثم انت اديت له كل الفرص. ايوه، بس ده قائد الجيش بتاعي اللي حقق لي النصر، وانا اكافئه بان اقبض عليه وارميه بنفسي في السجن وعذبه العذاب ده كله. يا مولاي هو اللي كافئ نفسه برفضه لاوامرك للتبخير لالهاتنا واحتقاره ليها. عندك حق، عندك حق، بس انا برضو انا هريحك. ايه عندك اقتراح؟ عندي. قولهولي بسرعه. لونا. لونا؟ لونا مفيش غيرها. ولونا دخلها ايه بالموضوع؟ مش بيقولوا يا مولاي فتش عن المراه؟ فتش عن المراه؟ وضحي، انا مش فاهم حاجه. هتشوف يا مولاي، ابعتها له ومش هتندى. اتحرك، في ضيوف عايزين. اتحرك. انت مين؟ انا لونا يا مرقريوس. لونا مش فاكرني؟ لونا مين؟ لونا اللي حافظت على سرك وما رضيتش توشي بيك عند الامبراطور رغم انك تجاهلت حبها. وانت، انت يا مرقريوس اللي وشيت بنفسك؟ لونا. افتكرت. ليه عملت في نفسك كده؟ عملت ايه؟ يعني انا اقصد ان انت ممكن كنت تبقى الرجل التاني في المملكة، وبعد موت الامبراطور كنت هتجلس على عرش روما العظيم، وانا كمان انا كنت هجلس جنبك. ساعتها كنت هتعلن ايمانك ومحدش يقدر يمنعك. من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. مين ده؟ فلوباتير قائد جيوش الامبراطورية. ومين ابولي في السماء؟ انا على استعداد اني اتوسط لك عند الامبراطور، وانا عارف انه بيحبك، بس لازم تبخل للآلهة. يا اختي، آلهتك انت والامبراطور حجارة صماء لا بتسمع ولا بتتكلم، لكن الهي
إله حي. وهو فين إلهك ده؟ وما أنقذكش ليه من العذاب اللي أنت فيه؟ ما دمت بتقول إنه حي. مبارك يا مرقريوس حبيب الرب، من أجل إيمانك وتمسكك بالرب الذي أرسلني إليك لأمسح جروحك. قوم معافى باسم المسيح. ربي وإلهي يسوع المسيح أراد أن يضمك لقطيع. سمح لك أنك تشوفي قوته وبهاء مجده. اذهب الآن إلى أسقف مدينتنا لتنالي العماد على اسم يسوع المسيح، وأعلني إيمانك، ولا تخافي من الذين يقتلون الجسد. أنا مسيحية يا مرقريوس. أيوة سرحان في ايه يا مولاي؟ ادي امر للجنود يبعتوا يجيبوا لي حارس السجن. اوامرك يا مولاي. الأميرة لونا جاتني وادتني امركم المختوم بالختم الامبراطوري، فنزلتها للسجين، وفجأة حصلت زلزلة وشفنا نور عظيم. الرسالة وقعت من ايدي ولقيت الأميرة عمالة تصرخ وتقول انا مسيحية انا مسيحية انا مسيحية. وايه كمان يا أدريانوس؟ وبصيت على السجين لقيته واقف على رجليه وشوفي تماما. الظاهر انهم سحروك انت كمان. لا يا مولاي، ده مش سحر. انا شفت النور الحقيقي اللي عشت طول عمري اتمنى اشوفه، النور اللي نور قلبي وعقلي. انا مسيحي يا مولاي، وإله المسيحيين هو الإله اللي هعبده. يسوع المسيح هو الإله الحق. أنا المرة دي هحرقه بإيدي وهحرقك أنت كمان. خلاص يا مولاي، المرة دي مش هيفلت من إيدي. اشعلوا النيران. النار جاهزة يا مولاي. هاتها. مرادي هولع أنا فيك بنفسي يا مرقريوس. سليم ومعاف تماما. انت ظابط مجنون. ابعت خطوه نشوف اخرتها معاه. امرك يا مولاي. في ايه؟ مرقريوس مات وريحنا. مات ايه انت الاخرى؟ ده صحي وبقى معافى وسليم. مش معقول معافى سليم؟ تعال تعال لما نشوف ايه حكايتك. احنا ايه مش هنخلص؟ احسن شيء يا مولاي انك تؤمر بقطع راسه. مرقريوس انا بحبك، والاخر مره هطلب منك التبخير للالهه. ملعون انت والهتك. مرقريوس انت بتسبني انا والالهه؟ يبقى خلاص خلاص يا مرقريوس، لحظتك جه ميعادها.
بأمر من الإمبراطور يؤخذ ماركوريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري يؤخذ إلى قيصرية الكبدوك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور تاسيوس يؤخذ ماركوريوس القائد الذي لا للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري يؤخذ إلى قيصرية الكبدوك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور تاسيوس. أرجوك امهلني لحظة. إليك يا رب رفعت صلاتي، اغفر لي خطاياي الكثيرة وتقبل روحي. يا حبيبي ماركوريوس، قد صعدت صلواتك وطلباتك إلي، فتعال الآن لتستريح مع الأبرار، لأنك جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. ودي حكايتي أيها المحبوب كاسيوس، قم الآن وتمم مهمتك. وسيدي الوثني اللي بشتغل عنده هعمل فيه إيه؟ سترى، قم ولا تتوانى. وهكذا فعل كاسيوس كما أمره القديس وأخرج الجسد. كاسيوس بيحفر طول الليل جنب السور. بيحفر ايه؟ ومين عمر ده؟ حد لازم يتعاقب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ حفار القبور، وايه اللي انت مطلعه ده؟ سيدي، ده جسد الشهيد فيلوباتير. فيلوباتير؟ مين فيلوباتير ده؟ ده شهيد الرب يا سيدي. اي رب؟ انت يزعل عليك اتجننت. اي ايدي والدي، ارحمني ايها الشهيد، ارحمني، مش عارف احرك ايدي، ارحمني. والدي، اشكرك ايها القديس واشكر الهك. طباك أيها القديس الشهيد العظيم فيلوباتير، أمنت إن دينك على حق، أرجوك ارحم أمي ورجع لها نظرها. سلام لك يا فيرينيا. مين؟ 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 أنا فيلوباتير ماركوريوس أبو سيفين، شهيد ربنا يسوع المسيح. أرسلني الرب لك من أجل إيمان ابنتك وزوجك وطلبهم شفاء، وها أنت قد شفيتي، فاذهبي الآن أنت وعائلتك إلى أسقف المدينة لنوال نعمة المعمودية على اسم ربنا يسوع المسيح، وابلغي زوجك أن يبني لي بيعة على اسمي ويضع جسدي فيها.